صوت فان بدي رحب بكل سمع عم برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه. بدنا نعزي لبنان بضحايا زورق الموت الطرابلسي ونعترف بحقيقة مرة، نعم كل ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي والغضب الشعبي يلي تم استغلاله بالسياسة بعد كم يوم بصير من الماضي وبيدخل إلى نعمة النسيان وبيصيروا ضحايا هالزورق مثل كل ضحايا البلد من 75 وما قبل وما بعد. وطبعا كمان كل الفواجع والمآسي والكوارث بهيدا البلد هي محطة للقال والقيل أكثر ما هي مراجعة للواقع والتاريخ. ولأن عم نعيش بهالبلد كل يوم بيومه ما منستغرب أبدا اليوم كيف طارت جلسة الكابيتال كنترول، لكن حدث جديد رح يغطي عليها. ولأن منعيش بأزمات أخلاقية مش غريب على شخص وأمام الكاميرات يمد إيده على لبنان تاني إن كان برتبة وزير أو طبيب أو جندي أو مواطن. ولأن هالمشهد هالقد معقد تبقى الانتخابات النيابية حل ديمقراطي إذا أخذ الشعب باعتبارات الخيارات مش باعتبارات عاطفية كما قالت ضيفتنا، أو شراء الزمم، لأنه شراء الزمم ما رح يغير الشيء. اليوم رح يكون لقائنا حول الشعارات الانتخابية، الإعلام والإعلان الانتخابي، وهل الانتخابات قائمة بعد كل تطورات الساعات الماضية؟ وبصرنا استقبل ضيفتنا أستاذة الإعلام الدكتورة حياة الحريري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا لك. هيدا المشهد هالقد معقد بالساعات الماضية كيف بتقريه؟ أول شيء بدي ضم صوتي لصوتك وعزي كمان بضحايا الزورق بطرابلس، واللي هي هيدي سوري الحوادث اللي مثل هالنوع للأسف عم تتكرر. يعني ما بينقال شيء اساسا بهيدي المناسبه. ثانيا مثل كمان ما قلتي بموضوع الجلسه اليوم بالاحداث الامنيه المتنقله المتلاحقه اللي عم بتصير، سالتي حضرتك اذا في انتخابات ولا لا. للامس القريب كان الحديث انه في انتخابات محسوب. ولليوم الحديث انه في انتخابات، ولكن طبعا ما في حدا يحسم او يجزم، ولكن الخوف كل الخوف انه تكون هيدي مقدمة لشيء ليطيروا الانتخابات. ومثل ما كنا عم نحكي قبل شوي انه بنتمنى اذا في قرار انه ما تصير الانتخابات يعلنوا هيدا القرار قدام الرأي العام، وما يستعملوا الناس مثل كل مرة كوقود لصراعاتهم أو لرسائلهم بين بعض، يطلعوا يصارحوا الشعب اللبناني لمرة واحدة بس بموضوع واحد بس من الأول، وما يعني يتحيلوا على الرأي العام وما ندفع ثمن بعد دم أو مشكل أو أي شيء عمل لا سمح الله أمني، لأنه ما بقى منحمل. طبعا أنا بوافقك الرأي 100%. بدي لحق بس اللي قلتيه لأنه حضرتك خبيرة بالمتابعات ورصدك للمواقع التواصل الاجتماعي. انتشر فيديو ما بعرف إذا لحقتي تشوفيه من امبارح لليوم، هو شخص حكيم من طرابلس عم بيحكي، شفتيه للفيديو؟ لا ما لحقت شفته. عم بيحكي إنه نحن ما بدنا نكون وقود، القرار مش بطرابلس، كفى نكون نحن عم نواجه الجيش، اللي بده ايانا نتصيد بالجيش، بده ايانا نحرق طرابلس، واللي بده ايانا نحرق طرابلس ما بده يحرق هو حاله، عم يحرقنا لقلنا تنكون نحن وقود عنه، ونحن خسرانين بالمنطقة. كان عم يحكي عن السنة بطريقة عن جد ما بعرف إذا بانكسار أو هواجس أو إلى آخره، بس نحن خسرانين بالمنطقة، واللي دفعناه بالعراق وبسوريا من تهجير من ضحايا من شهداء ما بدنا نعمله ذات الشيء بلبنان. حكي كلام يعني اتحدى اي محلل سياسي، اتحدى أو مسؤول، اتحدى اي يكون عنده هذا الوعي، وتكون مواطن عادي عنده هذا الوعي عم بيناشد الناس، قد ايه بكون هالفيديو له تاثير؟ او كمان بقوله هيدا يمكن شريف لين او عيلتين. للاسف ما بعتقد هذا الخطاب الوطني حيكون حدا شريف، لنكون واضحين، لانه لا يناسب
ولا اي فريق بعتقد من الافرقاء الموجودين او اليوم اللي طارحين نفسهم حتى بديل، وللاسف هذا الموضوع. انا حقيقه ما حضرته، سمعت فيه للفيديو، بعدني ما صح اللي احضره، ولكن اللي عم يقوله هيدا الشخص هو اللي لازم كلنا نعممه ونقوله نعمم. يعني اذا الاعلام ما بتطلعه وما بضوي عليه، لانه الاعلام عم بضوي على للاسف كمان على الامور الخلافيه وعلى التصريحات اللي بتثير هيك حساسيات وانارات، نحن كل واحد على حسابنا لازم نعمم هيدا الموضوع. هو حضرته حكى عن السنه لانه عم يتوجه، حكى عن اهل طرابلس، عن اهل طرابلس تحديدا. انا برايي يعني ما في حدا يكون محلهم ولا حدا لازم يحكي باسمهم الا هن، ولكن بتخيل بعد كل اللي صار وكل التجارب السابقه لازم اليوم اهل طرابلس يقفوا وقفه ويقولوا بغض النظر عن انتماءاتهم ومين بحبوا ومين ما بحبوا، لازم هن يرفضوا انه يكونوا وقود ورسائل او صندوق لتبادل الرسائل. هيدي مش اول حادثه بتصير، وهيدا الخطاب للاسف يعني مع غرق الزوره سمعنا. طيب في زورة غرق ضحايا، مين المسؤول؟ هيدا التحقيقات بتكشفه. بلشنا نسمع ساعة حزب الله، ساعة الجيش اللبناني، ساعة استهداف الجيش، استهداف السنة إلى آخره. هيدا الموضوع خلص لازم بقى نحنا نطلع منه، ومفروض يعني بتعبر التاريخ المقاسي والمشاكل والأزمات بتخلي الناس تنتفض وبتخلي الناس توعى. نحن عم نغرق أكتر ب هيدا التقوقع الطائفي، وهيدا كتير خطر، وهيدا ضمن سياق كامل بين الخطاب الإعلامي وبين الخطاب السياسي. اليوم عندك إذا بدنا نعمل هلأ بدنا نعمل جولة على الشعارات الانتخابية، طب شو الشعارات اللي عم تستعمل؟ الآخر، نحن وهن، السلاح الإيراني والحرية والسياديين. يعني في هيدا الخطاب اللي بيرتكز على الفرز إن كان طائفيا أو اجتماعيا أو بأي نوع أو أنجل، هيدا لازم العالم بقى تعرف إنه خلصنا منه. وعم يضحكوا عليهم، عم يضحكوا على أهل طرابلس مثل ما ضحكوا على أهل صيدا، مثل ما ضحكوا على أهل بيروت، مثل ما ضحكوا على أهل البقاع. واليوم إيه السنة إذا بدنا نحكي بهالمنطق، مع إنه المواطن اللبناني كله خسر طبعاً، ولكن السنة بعتقد انه استعملوا بما فيه الكفايه وقود يعني. وان حان الاوان انه يوقفوا ويرجعوا لدورهم الوطني بتمسكهم بوجودهم بالبلد. وهالقد خلصنا، زعيمك بتحبه ولكن زعيمك اخطا، ما بقى تسمح له يضحك عليك ان كان بطرابلس ولا بصيدا ولا بيروت، سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا درزي ولا اي حدا تاني. طب قبل ما ندخل بتفاصيل الانتخابات بدي ابقى شوي بالفيديو. اكيد شفتي فيديو الاعتداء على الوزير وليد فياض. طبعا انا يمكن بعدني ما نسيت نظرات وليد فياض الانسان، يلي فيها تساؤلات، فيها ردة فعل على محاولة إذلال، مش قصة اعتداء جسدي، في حدا عم بيتفرد فيه. هذا السؤال كأنه شفت نظرة كل الشعب اللبناني، وما حدا يبالغ، نعم كلنا هيك، نحن كلنا هيك، مش لأنه وليد فياض، وما بعرفه للوزير باستثناء بعض المراسلات على التليفون وبعض الوجود على جروبات يعني مشترك بيني وبينه، ما بعرفه للوزير، بس هاي النظرات ما في أنساها. ليش وصلنا لهون؟ في حدا هالقد صار قوي لدرجة بده يضرب وزير بيضربه قدام الكاميرا؟ مش مستحي، مش مخجول، عم يعمل شيء ويتحدى. ليش وصلنا لهون؟ في إذا بدك يمكن فينا نحطها بسياق ثلاث أسباب أو ثلاث عوامل. أول شيء الخطاب السياسي والإعلامي على مدى سنين، نحن ما بنحكي عن اليوم ولا من ست اشهر ولا من سنه، في من 2005 لليوم، من 2019 لليوم عم ينشغل على خطاب انا ما بحب استعملها هالكلمه فتنوي لانه بيستغلوها بخطاباتهم السياسيين، ولكن عم ينشغل على خطاب في كره، في اثاره نعرات، في إثارة هذا الشك بين العالم. بعدين هذا أول شيء بين الخطاب السياسي والإعلامي. تاني شغلة،
بما يخص المجموعات اللي بتعرف حالها انه هي ثورة، واللي نحن الكل ان كنا محزبين او مش محزبين نحن مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن في خط رفيع بين الثورة او اعمال الشغب بين مزدوجين المعترف فيها اللي ضد سلطة سياسية ما، وبين التعدي على التعدي الشخصي واستضعاف الشخص اللي مقابله. وليد فياض، وطبعا نحن بنستنكر، وفي كتير ناس انا استنكرت على صفحتي وعتبوني وناقشوني انه كل شيء عمل فينا وقفت على دفشي، وهلا شو مقطوع الكهرباء لك عين ومقطوع الكهرباء وهو بيسهر بيضل يسهر ويحترم الناس، هيدا موضوع تاني شأنه الخاص حياته الخاصة انا ما قلي عليه. بعدين انا لما برر هيك اعمال هيك اعتداءات على المستوى الشخصي شو عم اقول للعالم؟ عم اقول اعلاميين اعلاميين بيستاهل بيستاهل وبدلوا عليه كمان وين؟ انه انا اليوم شو عم اقول للعالم؟ عم اقول عم برر او عم بعطي ضوء اخضر اي حدا مش عاجبه فكره او راي او كذا، انا عم شرع الاعتداءات الفرديه، لانه توالت غير قصة عندك وليد فياض، في قصة كمان اللي عم تمتد لما هجموا على المطاعم وصاروا يهجموا على العالم ويبهدلون، كمان هيدا مش مقبول. هي حرية اليوم شخصية. هي حرية أنا شخصية. ضد أنا ضد تكونوا المطاعم فاتحين ليلتها، بس كمان ما في يروح أنا أعتد عليهم، في عبر عن رأيي، في ما بعرف شو كتبنا. أنا حأرجع هالنقطة، بس لو وليد فياض أول شيء هو هيدا حياته الشخصية، ما حدا له علاقة يحاسب. اوكي هو وزير، هو تحت المجهر، وهو وزير بملف كتير حساس واساسي جدا بالمشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية اللي عنا اياها، بس هيدا ما بيعطيني الحق انه انا روح اضربه. ثانيا، طيب هيدي الاستنسابية كمان بالهجوم على المسؤولين، لو الوزير فياض معه بادي جاردز، هو حدا جدا اخلاقي وانا كمان ما بعرفه على المستوى الشخصي بتابعه بالتيفي، هو بغض النظر اذا اسلوبه بتحبه او ما بتحبه بيستفزك او ما بيستفزك، هيدا هو هيك، روح حاسبه بشغله، روح حاسبه بوزارته، روح حاسبه بالانتخابات يا اخي، ما تنتخبه ولا تنتخب اللي تحالف معه اذا انت هالقد معترض، وما تنتخب يلي جابه مش انه انا صار في استسهال، وهيدا الاستسهال عم ينزل على الارض. كنا بالسوشيال ميديا انت بتشوف المعارك الوهمية اللي بتصير، انت خاين، انت عميل، انت غنم، انت تابع انت منحط، انت ما بعرف شو، والتخوين، وانت عميل، وكلهم بيفهموا اكتر من بعضهم 100%. انتقلنا هلأ او عم ننتقل من وسائل التواصل الاجتماعي، نزلنا على الارض، وهيدا الاحساس بفائض القوة اللي عم يصير عند المجموعات اللي هي جزء منا، جزء منا محق وجزء منا صادق، ولكن في جزء منا كمان نحن بنعرف له خلفيات سياسية وعم يستغل من جهات سياسية او عم يدفشوا جهات سياسية وتابع لجهات سياسية باسم الثورة، عم تنزل تحاسب الناس، تصنف الناس، تعتدي مثل الوزير. وهذا الشيء مش مقبول. كمان بعد في فيديو هالكم يوم كان بعتذر، يعني رحنا الى محلات بس ضروري شيء هلا عم يصير، فيديو الشتيمة للصليب. ايه يعني انا بستحي احكي بهيدا الموضوع، وبعتبر انه يسوع قال على الصليب اغفر لهم لا يدرون ماذا يفعلون. مشان هيك يا أبتا. مشان هيك بخجل انه دافع عن يسوع، لانه يسوع هو بيعرف اكثر، بس هي بشكل السياسي بالفيديو بكذا الى بعض يعني، وفي نحن هيدي كلنا عنا هيدي الخلفيات، وما بتطلع هيدي الخلفيات الا بلحظه الاحتكاك، هيدا الاحتكاك تم فطلعت الخلفيه. لا هي اكثر من هيك، مش كانه بس بلحظه الاحتكاك، كانه يعني الاسلوب والطريقه اللي انحكى فيها على الشاشه كانه مقصود وواعي جدا الشخص اللي طلع حكى هالموضوع، هو قاصد يحكي هالموضوع ومش مجرد انفعال. بالحالتين هيدا شيء مرفوض، وبالحالتين هيدا شيء يعني للأسف نحن اليوم بعدنا بال 2022، كل المشاكل غير العامل الزمني، كل المشاكل اللي صارت معنا، كل المشاكل اللي عم تصير معنا، بعدنا عم نصنف العالم وعم نحكي وعم نتعدى على معتقدات
المواطنين بالمجتمع مين ما كان يكون. مثل ما انت ما بتقبل انه حدا ينتقد او يعطي ملاحظة لأي معتقد انت بتآمن فيه، بدك تحترم كمان المعتقدات. وهيدي مش قلة احترام، هيدي في تعدي على اساس وجوهر الدين، وهيدا انا بوصفه بالسياسة. عشان هيك قلت لك ما بعتقد طلعت هيك معه بالصدفة، هيدا المطلوب منه يجي يعمل هيك، لانه او ما بعرف، ما في انا اجزم هل المطلوب انه عن جد ننجر نرجع لمشكل كنا بعد 2005 سنة شيعي ونلعب على الاعلام هيدا الموضوع، هلا صرنا عم نرجع لمسيحي مسلم مسيحي. فانا لو كنت انا بديل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي او على الاعلام ما بعممه، بتجاهله، لانه لما عمم لو عم بكتب ضده عم سوقه. وهيدا اللي دايما نحن بنقوله ببعض المحلات، واحيانا في اشخاص وفي جهات هي ما في شيء اسمه باد بابليستي. يعني انا اليوم بهمني لما انا احط شيء مستفز او احط شيء سيء العالم تحكي فيه، بكون انا وصلت للهدف اللي بدي اياه. طب انا ليه بدي اعمم هيدا الموضوع؟ هيدا اخلاقيا ودينيا، اصلا دينك الاسلامي بيمنعك انك تحكي بهيدا المنطق، ودينك الاسلامي في اكثر من ايه وصوره عن السيد المسيح والسيدة مريم العذراء، وبالتالي يعترف بالدين المسيحي ويحترم ويقدر. فانت اليوم عم تخالف بالدرجة الاولى دينك، عم تخالف معتقداتك، وعم تعتدي على معتقدات الاخرين، ومش مقبول. هيدا مش مقبول. عم تجريني من فيديو لفيديو، بس كيف حافظتهم؟ شفت الفيديو لمعارضة ثورجية مهمة كتير تلفظت بكلمات أخجل اسمعها، وأكيد ما بتنقال على الهواء أبدا، بحق الجيش اللبناني. ما قدرت اسمعه كله، سمعت أول ثلاث أربع ثواني وشلته. أوكي. في فرق، نرجع من عيد، أنه هيدا الاستسهال. نحن صار في عنا سلوك بمجتمعنا وخاصة عند الشباب اللي هن بيعتبروا حالهم ثائرين على السلطة وكل ما له علاقة بالدولة، وحقهم ومعهم حق. ولكن إذا أنا كنت صاحب قضية وعندي هدف، الدرجة الأولى بدي أعرف كيف بدي أوصل هيدي القضية أو هيدا، أو كيف بدي أوصل لهيدا الهدف وبدي أعممه. أنا اليوم أولا في فرق بين حرية الرأي وبين الشتيمة والتعدي على كرامات الآخرين قد ما كانوا سيئين. أنا ما بحكي على الجيش، لأنه بالنسبة لإلي الجيش هو بعد المؤسسة الوحيدة اللي ضامنة إذا بدك لهيدا البلد، واللي اللبنانية بطريقة أو بأخرى بعدهم مجتمعين عليها، يبدو أنه بلشوا بدهم يضربوها كمان. فما في شيء اسمه حرية مطلقة أن أنا إجي سب اشتم وهين الطرف الثاني مين ما كان. هذا الطرف أنسة، عم بحكي عن أنسة تتلفظ هذا الكلام. هلا إذا بتحكي هيك إيه بدهم يفوتوا لك بموضوع الجندرية الجندرية، وهن عم يشوهوا هالمواضيع. يعني أنت اليوم لا هيدا رأيي وما بلزمك فيه دكتورة حياة حريري، بس أنا ما بقدر أسمع من فتاة لازم تكون مليئة بالأنوثة انه تكون عم تتلفظ هذا الكلام بطريقة ذكية كتير تتمرق الشتيمة بدون ما حدا يلقطها، وتكون على كل حال سوري بس ما بدي اقاطعك، هي منها طريقة ذكية، يعني هي طريقة بايخة بالإذن منها ساذجة. هذه الطريقة فيها كانت توصل مسج كتير قوية، فيها تخلي الناس تأيدها. أنا اليوم إذا كنت عم فكر بأي قضية مش بهالموضوع، لما بدي أشوف الطرف الثاني اللي حامل لي هيدي القضية عم يحكي بهالمنطق هيدا بهيدي اللغة، حبطل معه، حأنفر منه. بيجوا بيقولوا لنا لأنه انتقدونا كمان فيها بهالسلوك، إيه خليكم أنتوا عاملين أفلاطون والعالم المثل. لا مش أفلاطون وعالم المثل. أنا اليوم إذا أنا بدي استعمل السوشيال ميديا اللي هو مثل الإعلام، أداة اليوم أقوى يمكن من الإعلام التقليدي، لأنه بيوصل بسرعة للناس ومستعمل من النسبة الأكبر من الشباب لحتى وصل صوتي، أنا بدي أعرف أني في علي مثل أي شخص عم يحكي على الإعلام مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى. أنا اليوم بدي خاطب ناس من مختلف المعتقدات السياسية والثقافية والإيمانية والاجتماعية واللي بدك إياه،
لا يجوز انه انا باسم الحريه صير عم هين وانه انا حدا كتير قوي وما في حدا يجي لي، ما بيجوز. بهذه الطريقه هاي انتم عم تضربوا القضيه اللي عم تحكوا فيها، عم بتشوهوا الرساله اللي عم تحكوا فيها، غير انه غير لائقه على المستوى الانساني ان كان شاب او بنت، والبنت ناخذ اكثر لانه في هيدي الصوره اللي لها علاقه بالتهذيب وليس بالجندريه، لانه نحن بقضايا، في كثير قضايا للمراه نحن معها ومنأيدها طبعا طبعا وعلى العميانه. هيدا بنرجع لقصه انه فائض القوه فائض الحريه على وسائل التواصل الاجتماعي عم تدفش العالم بظل هيدي الأزمات، انه باسم التعبير وباسم الاعتراض انه يبطل في حدود لأي سلوك، ان كان التعدي بالكلمة او التعدي الجسدي، التعدي اللفظي والتعدي الجسدي وغيره. هيدا موضوع كتير خطر، وهيدا موضوع كلنا لازم، كل واحد بموقعه لازم يشتغل عليه، وإلا رح نوصل لمحل أسوأ بكتير من اللي نحن فيه. في سلوك مجتمعي عم يتأسس، مش عم يتأسس، تأسس، عم يتطور وعم يتعمم وله أهداف. طبعا له أهداف. نعم، رح نروح على الانتخابات. ايه، إذا صارت إن شاء الله تصير، يعني إن شاء الله إن شاء الله، لأنه قلت لأنه ما في عنا حل غير صندوق الاقتراع، هناك التغيير ومش محل تاني لبدنا، لا بالدم ولا بالتخريب. دكتور حياة الحريري، حضرتك متابعة وعندك تعليقات على صعيد المقالات وعلى صعيد الفيديوهات بتحكي عن الإعلام. نعم. وبترصد الإعلام بشكل أو بآخر. مؤخرا كنت عم تحكي عن الشعارات العاطفية، يعني اللبناني هيك، أنه ثلاثة الماضي إذا ماني غلطان، صح هي. واليوم البارت 2 عن كيف اللبناني وسألتينا ليش يعني اللبناني، قلتينا خلينا نتبادل. أنا قلت لك لأنه اللبناني عاطفي بالجينات، ولأنه بالأساس ما في ضرورة للبرامج، لأنه ما في آلية لتطبيق البرامج، وهيدا برأيي يعني المتواضع. وتاني شيء يعني على الطريقة اللبنانية أنه حبوا بعضهم تركوا بعضهم، هيدا كان ردي لإلك. رح أترك لإلك الشرح والتعليق. ليش اللبناني عاطفي؟ هلا بدنا لسه نحضر الفيديو اليوم بعد الفطور. لا بس ايه، يعني عن كل استحقاق انتخابي ان كان نيابي او بلدي، شو بيصير قبل الانتخابات؟ بيجي الشعب اللبناني، الكل معترض، الكل محتاج. يمكن ونحن ضمنه، خلينا نقول انه نحن بدنا نحاسب ونحن معترضين ونحن ونحن ونحن. بيطلع حدا ان كان زعيم سياسي من منطلق مناطقي عائلة شو بعرف مذهبي طائفي، بيطلع بيحكي خطاب او بنزل شعار، دغري هوب نرجع عاطفيا مننجر ومنحب نسمع هالشعارات اللي نحن اصلا كنا على مدى سنين عم ننتقدها وعم نعيدها. اول شغلة، كل الشعارات اللي نزلت بالانتخابات ان كانت المقبولة والسيئة، لانه ما في شعارات مناسبة وحلوة وواقعية، المقبولة والسيئة، إذا بدك شوفي ولا وحدة حكت على برامج انتخابية. أنا صدقا لليوم بعدني ما بعرف كل فريق شو هو برنامجه الانتخابي. يا بشوف شيء برنامجه الانتخابي ما تصوت لخصمي، صوت لي نحن بدنا نطوق فلان وبدنا نكسر فلان ومعركتنا مع فلان، ونحن بدنا مثلا اليوم أنا وجاي على الطريق الحرية شغلتنا، شو هالحرية شغلتنا؟ شو الشعار هيدا الانتخابي؟ أو أنا متطرف لبلدي، أنا نحن فينا وبدنا، هيدا اللي ما كنت يعني عم تفوت براسي. كلهم صوت للوفا، صوت للصدق، صوت نحن بقينا هون، نحن مش رح منفل، قلب بيروت بدأ قلب كرامة، فكلهم هولي يعني هيدا اللعب على الكلام، ذكي لعب على الكلام ودغدغة للعاطفة. يعني إذا بدنا نحكي قبل ما نفوت بالإعلام كشعارات، اليوم البوليتيكال بوسترز البيلبوردز الانتخابيين هن شغلتهم بالأساس هن يستعملوا كأداة، جزء من العدة إذا بدك الإعلامية للانتخابات، اللي مفروض تعكس يا مبادئ الحزب أو الفريق أو السياسة، أو أنه
بعد تطور، لأنه بلشنا برمزيته وصلنا لموضوع البرامج الانتخابية. يعني اليوم بكل دول العالم الصراع أو المنافسة بتكون على البرامج الانتخابية. طبعا البيلبوردز هيدي مشهورة عنا أكتر بالدول الغربية، ما بنشوفها على كتير على الطرقات، ولكن حتى بيكون في هند شعار لسياسة ما هيدا الفريق بده يطرحها او بده يشتغل عليها. نحن بنلعب على العاطفه، ليش؟ لانه هن بيعرفوا تماما انه الشعب اللبناني رغم كل اعتراضاته ورغم كل حاله التململ اللي هو فيها بينجذب او بيتاخد بالعاطفه، لانه تكويننا نحن من قبل الاستقلال وصولنا لليوم نحن عباره، حتى لو تطورنا ولبسنا بدل وتعلمنا ونزلنا وظهرنا والى اخره، ولكن بطبيعه المجتمع اللبناني هو مجتمع مبني على فكره العائله والمجموعه اللي بيرأسها زعيم او سياسي او قائد او شيخ او بدنا مرجع وانتقام، بدنا انتماء. انتماء، بدنا مرجع، لانه تاريخيا من قبل الاستقلال وصولنا لليوم كل التاريخ اللبناني هو عبارة عن نزاعات وحروب، وهيدي الفكرة اللي قدروا يزرعوها بكل نجاح، انه انت بلا هيدا الفريق او بلا زعيمك او بلا السياسي انت بتكون مكشوف وغير محمي. ونحن اليوم امتداد لهيدا الفكر الموجود، وهيدا اللي عم يعكسوا وبيعرفوه تماما الافرقاء السياسيين اللي معهم واللي مش معهم، اللي من احنا هلا عم نحكي عم نوصف حالة، اللي بنحبهم واللي ما بنحبهم، اللي بنأيدهم واللي ما بنأيدهم، هن بيلعبوا على هيدي العاطفة، لأنه بطبيعتنا بتكويننا دغري بيجوا بيستحضروا لك فجأة الوجود، الحقوق، المواجهة، البقاء إلى آخره. هيدي الكلمات لأنه اللبناني عاش كل هيدي الأزمات، ولأنه اللبناني خلق من ما قبل ال 43، من ال 1800، تحت فكرة انه في حدا لازم يحميني، في حدا لازم يقدم لي خدمات مقابل هيدا الولاء، اتطورت صارت مؤسسة، مؤسسة كنا قبل على مستوى صغير، على قطاع قطاع الشيخ شيخ باك. بيك الى اخره، صرنا هلا نقلنا يون تماما مثل ما صار بعد الحرب الاهليه، الافرقاء اللي كانوا أحزاب متحاربين، الاحزاب، جينا على هن صاروا الحكام، وهن امتداد لهيدي الهوية الموجودة، وبالتالي جزء من تكوين الشعب اللبناني هو مبني على العصبية، وقلتها بالفيديو، الطائفية والمذهبية والعائلية والمناطقية. أنا اليوم وذاكر وعاطفة اللبناني عم بتأثر، بمعنى اليوم أنت شوفي كل الشباب اللي عم يغردوا على السوشيال ميديا أو الحكي اللي عم يطلع من المرشحين على الإعلام، نحن ما تركنا ناسنا بالأزمة، هاي اسمها زبائنية. أنا اليوم لو ببلد فيه قانون، ببلد صحيح، أنا ما عم شكك بنواياك أنت الإيجابية تجاه الناس اللي أنت بتمثلهم، ولكن مش شغلتك توزع مساعدات. بس وين الدولة؟ ما بس هو لأنه ما صار في دولة، في بديل عن الدولة، في بديل عن الدولة اللي هن الدولة. لا، هو البديل عن الدولة مش الحزب انه يقوم هيدا الدور، كمان نحن ما ننتمي اليه روحيا، لعب دوره هيدا كمان، نرجع نحاسب الحزب وقتها تفشل الدولة ويتفشل يفشل انتمائنا المذهبي او الطائفي، بنقول الحزب بس كله في فشل، فلعب الدور الأبرز هو لكن ما هي حزبنا. حلقة كلها بتكمل بعضها. اليوم لما نقول طب الدولة، مين الدولة؟ عمي مين الدولة؟ ولسه كل حزب بيطلع هو بيقول أنا الدولة، وأنت، طب ما هو الدولة، مش أنا الدولة ولا أنت الدولة. ما بس صار أنا وأنت صار إيه، يمكن نحن الدولة، طب ما هيدي الأحزاب هي مجتمعة هي اللي ماسكة الدولة. وهي بنظامنا اللبناني القائم على تقاسم السلطة، واللي كمان حكي عنه اليوم بالفيديو، هو بيقول انه هو للاحزاب كل واحد عم ياخد بوزيشن معينه بالدوله، وبالتالي انتو كلكم بكافه انتمائاتكم انتو الدوله. لما انا شوف انه بمن فيهم الثوار اليوم او القوات التغييريه هن الدوله، لانه بيقولوا هن انه ما لهم دخله، بس خلينا نشوف من 2019 وصولا لتفجير المرفأ، وقت المنظمات الدوليه اعطت المساعدات للجمعيات اللبنانية واستغنت عن دور الدولة وهمشت هيك الدولة. كارثة زيادة للفكرة. طب هول شو كمان
ما هني للأسف. هلأ بتعرفي كنا امبارح عم نحكي انه فعليا، ويا ريت بجاوبوني على القليلة، انا على المستوى الشخصي عم بطلب انه مين هي المعارضة، وين المعارضة اليوم؟ شو هيكلها؟ شو شو برنامجها؟ مين مين أبطالها؟ شو اكزاكتلي؟ انا اليوم عندي اسماء كانت بأحزاب للأمس القريب جدا، فجأة اليوم صرنا بالثورة، وحقها كلنا اليوم كنا. انا شخصيا الواحد يبلش من نفسه، انا اليوم كنت متعاطفه منحازه الى اخره وانا نزلت مع فريق معين والى اخره، ولكن انا اليوم عم بيجي اقول لكل اللي انا بحبهم وتعاطفت معهم واعطيتهم فرصه والى اخره، ستوب، ما بقى في مجال نحن نبرر. فنحن ما عم نشكك وما عم نقول للي كان حزبي وصار ثوري او تغييري انه نحن انت ما بحق لك، انت بحق لك، بس اليوم انا شو البرنامج؟ انا اليوم عم اقول للناس في بديل. طب مين هن البديل؟ مش بس شو البرنامج مين دكتور انتو؟ حياة، اهم من البرنامج اللي شو تطلعاتك السياسية للبلد، شو سياستك الخارجية، شو سياستك الداخلية، اللي كيف بدك تتعاطى مع الواقع اللبناني اللي ضمن هذا النظام، اذا كان عددك هالقد بمجلس النواب او هالقد شو قادر تغير، مش تقعد تزرع لي احلام وما لا بعرف لا مش شو. بس احلام، يعني انت اللي المجموعات اليوم اللي بتطرح نفسها كمجموعات تغييرية، للصراحة وللأسف الشديد أنا بالنسبة لي عم تعطيني صورة إنه هي أسوأ من النموذج الموجود. ليش؟ ومبارح باي ذا واي ببرنامج سمر أبو خليل بتفرق على وطن، في صبية من تيار المرضى اسمها نور يمين حكت على شيء مظبوط ومع حق فيه. قالت لا، كان في من ضمن الضيوف لايحة شمالنا مع ليال أبو موسى، أبو موسى اللي هي طبعا طارحة نفسها كمان من القوى التغييرية، وشخص تاني اسمه أيمن، أو بس دقيقة لأنه أنا أخذت شوي نوت للحلقة اليوم، كمان طارح نفسه أنه هو وينه، لأنه لازم يكون دقيقين بالموضوع، إيميل فياض، إيميل فياض من شمال الموجة. طلعت الصبية هيدي واللي تنتمي لحزب سياسي، قالت له أنه نحن اليوم ك أشخاص منتسبين لأحزاب ومن أي أحزاب، نحن عم نحس بالإهانة لأنه أنتوا عم تتصرفوا بفوقية بالتعاطي معنا، وعم تصنفوا الناس أنتوا السياديين والتغييريين ونحن الغنم والأتباع، وهذا شيء مستفز. هو فعلا مزبوط هيك للأسف، هيدا الخطاب مع حق نور يمين باللي حكيته، هيدا الخطاب موجود اليوم بكل مقابلة إعلامية عم يطلعوا عليها كل القوى اللي هن تحت لواء، في فوقية بالتعاطي، نحن وانتو، نحن اللي منعرف، نحن ونحن منيح وانتو عاطلين، اكزاكتلي، نحن اللي قدرنا نتحرر من التبعية او اللي عم نجي برات هيدي المنظومة. اي تبعية تحرروا منها؟ تبعية داخلية؟ شو تبعيتهم الخارجية؟ كمان هيدا السؤال، هلا هيدا نقاش تاني، بس قصدي هيدا الخطاب اللي موجود على الاعلام، مش بس على الاعلام، على السوشيال ميديا، الحسابات، طبعا مش الكل، في ناس بس للاسف دايما الاكثرية هي اللي بتضغى، او الجو العام هو اللي بيضغى، بضل في استثناءات، واليوم عندهم مجهود كتير كبير اللي لا ما بيتمنوا هيدا الخطاب انه يشتغلوا لحتى يرجعوا يصوبوا الامور، لانه في غير الفوقيه على الاعلام ايضا على هني على السوشيال ميديا. اليوم اذا حدا حكى، انا امبارح لما حطيت متضامنه مع وليد فياض، طب في عندي الشباب وانا بعرفهم وكانوا طلابي من زمان، انه ايه انتوا بما معناه انه هيدا الضياع والانفصام وبالاخر بترجعوا بتردوا الى اخره، مش مقبول هيدا الحديث. مش اذا انا جيت سألتك سؤال او انتقدت سلوك او انتقدت فكرة يعني انا ما بسوى، او انا حدا تابع، ما لك حق تصنفني، مثل ما جمهور الاحزاب ما له حق يصنفك، وبدون يعلموك وبدون يعلموني. فهيدا للأسف بقول لك انه نحن اليوم امام كمان علامات استفهام، انه هو طب هالمجموعات اذا وصلت للسلطة شو رح تتصرف، شو رح تعمل؟ هذا واحد. رقم اثنين، ما عندي برنامج، ما في برامج، شو خطتهم؟ أنا بقول لك شو خطتهم، وقعوا بنفس الفخ وبنفس الخطاب اللي موجود من الأحزاب التقليدية الموجودة، هيدي العناوين اللي هن بيعرفوا انه منا واقعيه واكبر منهم ومني ومن البلد، انه نحن بدنا نشيل السلاح. انت اليوم طارح نفسك تغييري، ما تتبنى، ما تلعب لعبه
ما فيك الإعلامية ما فيك اللي عم يلعبوها أو اللي لعبوها الأحزاب التقليدية. هيدا موضوع كلنا منعرف أكبر من الكل طبعا، موضوع سلاح الحزب تحديدا يعني أو سلاح المقاومة. حكيني اقتصاد، حكيني اجتماع، ركز عليهم. قبل كم شهر كان في عن جد نماذج عم تحكي. وينك وينك انت من التدقيق المالي؟ خليني اسال مثلا، احكيني انت وينك من مافيا الاحتكار؟ احكيني انت بالقانون شو قادر تعمل؟ هو كلهم ما شفناه هون وبنشوف او بنسمع. لا ما شفنا. واكثر من هيك للاسف الشديد هن هولي جزء كبير منهم قبل ما قربت الانتخابات، قبل ما يترشحوا رسميا، كانوا عم يحكوا بهالمواضيع، كانوا على السوشيال ميديا عم يحكوا بالاجتماع وبالاقتصاد بس مش بإطار القانون، مش بإطار القانون، بغرده بمكان آخر. بس برضو كيف في هذا الحديث؟ وصلنا على الانتخابات، على الترشيحات، رجعنا السيادة والحرية والاستقلال والسلاح وكل مصايب الدنيا بالبلد من هالسلاح. لا، هيدا الموضوع جزء من مشكلة مرتبطة بالإقليم والقوة الدولية. أنا اليوم كمواطن لما بدي أجي انتخبك بديل، ما بدي انتخب حدا جاي نفس الخطاب نفس الأسلوب. أنه صارت العالم وفي ناس أصحابي أنه إيه نحن هولي تغييرين وهالآخرين ضد المنظومة. طيب كيف يعني ضد المنظومة؟ ضد سلاح. ها هو هيدي هي المنظومة؟ وين مشاكلكم؟ وين الصحة؟ وين البيئة؟ زبالة، الدواء، الكهرباء، شو اسمه، البطالة، الغيث، سرقة الناس، هولي وينهم؟ فجأة بطلنا. ليش؟ لأنه مطلوب اليوم بالأجندة السياسية الإقليمية، بعض الأجندات الإقليمية والدولية، هذا الموضوع عامل جذب لقوى إقليمية ودولية، وبالتالي عم يصير في اهتمام وتسليط الضوء. وللأسف الإعلام، إن كان أنا دايما بدي أقول لأنه إن كان يعي أو لا يعي، هو عم يعمل كمان بروجكشن، عم يركز على هيدا الخطاب. هيدي بوظيفة أو باللاوعي؟ ما بعتقد في شيء باللاوعي. يعني ما في شيء صدفة بيطلع بالإعلام. يعني القطاع الإعلامي بأي دولة بالعالم، إذا كانت دولة متطورة وغير متطورة، إذا كانت متقدمة وغير متقدمة، ديمقراطية وغير ديمقراطية، في أجندة معينة بتشتغل عليها. كلنا بنعرف هيدا الموضوع. وبالحلقة الماضية اللي حضرتك استضفتيني فيها، وكان لها صدى كتير كبير، مشكورة على حضورك. بالعكس، شكرا. كانت عن الإعلام الغربي تجاه ملف روسيا وأوكرانيا. صحيح. ف ما في حدا بيشتغل هيك من لا شيء. اليوم انا اذا بدي اشوف المشهد الاعلامي للانتخابات من اللي عم تابعه، وانا لا ادعي انه عم بقدر تابع كل ولا حدا فيه. ولا حدا فيه. اليوم ثلاث ارباع التسليط الضوء الاعلامي عم بيكون لخطاب معين، وعم بيكون لمجموعات على حساب مجموعات تانية. وعلى فكرة هذا مخالف للقانون. يعني أنا اليوم جبت لك مع القانون قانون رح روح دغري مباشرة على القانون، وتتشوف الكم الكبير من المقابلات الموجودة على الأقل على التلفزيونات. تنحكي لأنه يمكن الناس بيشوفوا أكثر شيء تلفزيون، وتتشوف هالعدد الكبير من المقابلات التلفزيونية لأغلب هن ذاتهم اللي عم يدفعوا. تنقول في ثلاث محطات بلبنان صار معروف تسعيرتها، ويمكن حضرتك بتعرفيها أكتر مني، وكل الناس شافوا بفيديوهات وبمقالات قديش التسعيرات اليوم. المقابلة بتبلش من 35,000، والنقل المباشر المقابلة ب 25,000 دولار، والنقل المباشر ب 35,000، كله معروف قديه مدفوع. وتتجي تشوفي انه هالناس، طب من اين لكم انتو ذات اللوايح عم تكون عندكم على ثلاث محطات؟ من اين لكم بالوقت ان احنا ميتين من الجوع، من وقت الناس ما انا قادرة تاكل وتشرب؟ وبفتكر لو عملتوا شيء مثل ما قال حدا، معمل او مصنع او شيء مشروع صغير بهالمبلغ، يمكن بتجيبوا اصوات اكثر ما تجيبوا هيدا الحضور الاعلامي. هل عم تخوضوا انتو انتخابات بالصناديق بالاعلام؟ هيدا شيء واحد. تاني شيء في لفتني دكتور، أنا ما بحضر كتير تلفزيون، بس بتعرفي بيجوك عدد من الفيديوهات، بيوصلك فيديوهات بتشوفيها. في شيء ظاهرة جديدة بالإعلامنا اليوم، وهيدا بالغرب موجود بس بإيقاع أسرع، إنه أغلب المقابلات عم تصير على الواقف. إيه، إنه كمناظرة يعني؟ إيه هن بإطار مناظرة على الواقف. ليش؟ يعني إنه بدك إيه ينهار هو والطرف يتحكم بطرف، هاي هي استجلاب فكر أجنبي. ما كنت إنه
طلع معي شيء حتى بهلوسات انتخابية الخاصة فيه، رح أقول إنه مقابلة على الواقف كأنها طبخة على الواقف يعني مسلوقة. معليه. لا ليكي، انا بهذا الموضوع يعني لا، هذا النموذج هو يعني غربي بس الشائع. مش هالقد وقت يعني، ساعة ونص وساعتين على الواقف، هلا شو بدك يعني بالغرب بس بيكون. كمان انتبهي، كمان التعب كمان على الـ على الـ الاعلامي، على المذيع يعني. ما بعرف اذا إلها هيدي، بس بس شو انا على فكره اخذتها بعكسك، اخذتها بملح ايجابي ايجابية. لسبب بسيط. يعني مثلا في برامج مين اللي عم يعمل هلا على الواقف؟ في سمر ابو خليل بتفرقع وطن، وفي راس براس، ايه راس براس، وفي مظبوط، بعد شفت شي محل يمكن برنامج واحد. انت اوكي. اليوم نحن لما يكون في يعني لما بلشوا ببرامج يكونوا هيك قاعدين على طاولة مستديرة، عم تتحول مثل برامج حوارية تقليدية، بيتخانقوا بيتشارعوا بيقعدوا بيحكوا كل واحد بيستفيد. يمكن بالشكل عم نحكي كشكل البرنامج، لما بيكونوا واقفين كذا مرشح حد بعض بتوقيت معين، بعتقد بتاخد طابع بالشكل المناظرة بطريقة صحيحة أكثر من القعدة. هلا هيدي أنا يعني ما في أعطيك جواب دقيق إذا أنا معي حق ولا أنت معي حق أو مين إذا مزبوطة، لا هي وجهة نظر، هي وجهة نظر، ولكن أنا شفتها صراحة مناسبة أكثر. يعني مثلا ببرنامج بتفرق على وطن كان في عندي قبل 3 4 حلقات قبل مش وقوف كانوا قاعدين، هيدا كانت مثلها مثل اي مقابله برنامج تلفزيوني عادي، مع انه البروجرام قايم على المناظره. لما رجعنا بالسيتنجز بالشكل اعطينا طابع المناظره، بعتقد البرنامج اخذ هويه معينه وصارت الامور واضحه اكثر. ولكن انا عدد المناظره بيكونوا 5 6. ايه هلا انا اللي بدي احكي قبل الـ5 6، انت اليوم جايبت لك انا قانون بقانون الانتخابات عن الاعلام والاعلام الانتخابي. اول شغله، في ماده بتقول انه كل شيء خصه بالانتخابات كماده اعلاميه، الاخبار، التحاليل، التصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفيه واللقاءات تتعلق بالانتخابات بصوره مباشره او غير مباشره، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرنامج العاديه او الاستثنائيه لمؤسسه اعلاميه. يعني المؤسسات الاعلاميه وهنا على قصه الدفع حقها تطلب بدل مالي، وحاطينها هون بالاعلان المدفوع الاجر. يعني انا لما احط دعايه، حزب عامل دعايه مثل هول الكليبات اللي بحطون هون، الوسيله الاعلاميه حقها تطلب بدل مالي، وبتقول هيدا اعلان انتخابي. نعم. ولكن بالمقابلات لا، مش مجبور المرشح انه يدفع بدل مالي، ولكن نحن هون بياخدوها كبزنس بالانتخابات. فرضا حتى ولو المؤسسة كمان بالقانون بيقول لك انه على وسائل الاعلام اللي هي راغبة بالمشاركة بالدعاية والاعلان الانتخابي لازم يقدموا طلب لهيئة الانتخابات ويقولوا كل اعلان قديش بيطلبوا فيها، وبيعملوا مثل ريبورتس لحتى يشوف الهيئة اذا عم يلتزموا ولا لا. بالقانون الانتخابي وهون جايت لك على قصة المساحة بالبرامج، تراعي الهيئة في تحديد المساحة الإعلامية القصوى وتوزيع مقتضيات الإنصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الإعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوصة على اللي هي على وسائل الإعلام، واللي هيدي أول بند وأهم بند لا يطبق ولم يحترم. أنا اليوم عملت مبادئ هيك رصد سريع لحتى نبلش نجي بالشكل قبل ما نجي على المضمون اللي بنحكي فيه على لما نقول انه الاعلام هو مسؤول عن خطاب معين والتركيز على مواضيع دون عن مواضيع تانية. نحن بقانون الاعلام الانتخابي، هيدا نزل بالقانون الانتخابات لل 2018-2022 لانه نفس القانون، في ماده صريحه بتقول حق المرشحين انه يكون في عندهم مساواه بالمساحه الاعلاميه المعطاه. يعني انا لما بدي اطلع اكس بدي اطلع مقابله اجري، ان كان دافع او مش دافع، الاعلان الانتخابي يختلف عن البرامج الحواريه، التغطيات الاخباريه تختلف عن البرامج الحواريه. اذا جينا اخذت برامج صار الوقت،
على الام تي في مع مارسيل غانم، بتفرق على وطن على نيو تي في مع سمر ابو خليل، 20-30 مع البير كوستانيون، وحديث الساعه على المنار مع عماد مرمل. طيب بصار الوقت بالشكل عم نحكي قبل ما نفوت بنوعيه الاسئله. بحلقه 21 نيسان مين كان عند الضيوف؟ كان عندي 7 ضيوف. مين هن ال7 ضيوف؟ رياضته ماجي عون، ليال بوموسى، سيمون ابو فاضل، اسعد رجدان، ريمان جيم، غاد عيد، كلهم اتجاه واحد. اتجاه واحد. طيب حلقه 19 بس مش بنفس اللوائح حتى ولو، بس انت بنفس الفريق يعني بنفس الجهه. عم بفكر يعني صوت ايه 100%. حلقه 19 نيسان، ملحم خلف، ماجدا ونجاة عون صليبة، علي مراد، مين يعني؟ اتجاه واحد. اتجاه واحد. انا بالاسماء بقدر اعرف شو كانت الاسئله بصار الوقت قبل ما احضر المقابله، قبل ما احضر المقابله ضد السلطه وضد المنظومه والسلاح والحريه والى اخره. جايين على الاسئله. تفرق وطن، انا صراحه البرنامج الوحيد اللي لقيته مؤخرا بهول الحلقتين اللي رصدتهم عمل نوع من التوازن، بمعنى حلقه امبارح 26 نيسان الضيوف كانوا كارول دحدح عن المرضى، جورج عطلة عن تيار الوطن الحر، ليال بموسى مجتمع مدني او ثوره شمالنا، ايميل فياض شمال الموجه اللي هو كتائب حرب ومعوض. عندك نوع من التوازن اللي عم نحكي بالشكل. كمان حلقه 21 نيسان رامي سلوم، كرام الصمد، امين بشير، ويت روبا دلاتي اللي مدعوم من مصطفى علوش، يعني هو اللي صار في اشكال اذا تيار المستقبل فات او لا، مش هون الموضوع. عمر حرفوش وكاظم الخير. كمان في نوع من، مش في نوع، في توازن بالاشخاص اللي طالعين. نجي ل 20-30 على ال بي سي مع البير كوستانيو. حلقه 26 نيسان مين طالع؟ ربيع الهبر، عبد الرحمن البزري، جون عزيز، فؤاد مخزومي. تقريبا بعدني مش، ما فيها تطرف مطلق. لا مش قصة ما فيها تطرف، تقريبا انا عم بحكي بنفس الجهة اللي طارحة حالها انه هي قوة تغييرية وثورية، ما جبت ولا ممثل عن الاحزاب. مع انه يعني هون بنطرح علامات انه مثلا مع احترامي ل دكتور بزر، لا غير دكتور بزر، دكتور بزر منه اساسا بحزب او شيء، مع احترامي للاستاذ فؤاد المخزومي يعني، بس ما في انا اعتبره انه هو خارج السلطه، بس هيدا موضوع ثاني. حلقه 18 نيسان مين؟ ليال بوموسى، رياض الاسعد، سليم الصاي، غسان سليمي. ما في توازن بالحلقه، نفس الجهه. حلقة 4 نيسان، سوري إذا هيدا، أنطوان حداد، محمد شمس الدين، جميل معوض، طلع يعقوبيا، طلعت مرشحة وحدة بس أنا للانتخابات، أوكي، وهي كانت الحلقة الأولى عن الانتخابات بعتقد، وجبت أكاديمي 2 أكاديميين وجبت إحصاءات. طيب، والحلقة كلها كانت إنه المعارضة شو رح تعمل، واختزلت كل المعارضة ومنعت الصوت الثاني اللي هو عن الأحزاب أو ممثلين عن الأحزاب بشخص واحد، مع احترامنا لبولا يعقوبيان، نحن عم نحكي كأداء إعلامي، كله هيدا اللي عم نعرضه مخالف للقانون الإعلامي. حديث الساعة على المنار مع عماد مرمل. حلقة 15-4 منصور فاضل وسيم بزة، جهة واحدة. حلقة 8-4 ما فيك تعتبرين مرشحين، هو عم يحكوا تحليل سياسي أكثر ما هو، بس عم بدافع. أنا عم باخذ، أخذت نماذج عن الحلقات اللي لها علاقة بالانتخابات. الحاج محمد رعد ب 8-4 كمان جهة واحدة، أوكي، هو كان طالع يحكي عن برنامج حزب الله. هواجس الشباب بالانتخابات، حسام مطر وروني ألفا، كمان عم بحكي عن جهة واحدة. فبالتالي اليوم إذا أنا بدي حلل الأداء الإعلامي بالانتخابات النيابية، هي بالشكل قبل ما فوت على الأسئلة كلها مخالفة للقانون، باستثناء ويسجل صراحة هالموضوع برنامج بتفرع وطن مع سمر أبو خليل، مش بالمضمون، عم بحكي بالشكل، بالشكل إنه في توازن بين المرشحين، ممثلين كل قضاء أو منطقة بالأفريقاء المختلفة. نجي للمضمون اللي حكيناه على السوشيال ميديا، انه ما في لعب على العاطفه، ما في ضوابط، كمان بطل الهوى له قيمه، صح، يعني كمان في الفاظ عم تطلع على الهوى، الاتهامات اللي عم تطلع على الهوى، يعني سوري، يعني التلفزيون والاذاعه غير الفيسبوك وتويتر وانستغرام، ما عم بيميزوا حتى الضيوف والاعلاميين هيدا الشيء، صح. كل هولي النماذج وغيرهم، لانه في كثير غيرهم اللي عم نحكي عنها، للاسف لما نقول مش صدفه، ثلاث ارباعهم بشكل عام ما في نقاش على البرامج، كل التصويب عن الاخر، انتوا ليه تحالفتوا مع فلان،
وليه بدك تسقط فلان، وكنتوا باحزاب صرتوا ثوره، شو بدكم تقولوا للناس والى اخره. يعني المشكل والخطاب والسلوك الموجود على السوشيال ميديا بين الناس، واللي هو بجزء اساسي صناعه الاعلام مش بس الاحزاب السياسيه، انا عم برجع اعمل له ريفليكشن وعم صوب على مواضيع نحن منعرف انه هي عم بتساهم بخلق اشكال بالمجتمع وعم بتضلل الراي العام. هيدا تضليل للراي العام. انا اليوم بالبرامج اللي بدي احضر على الانتخابات بدي اشوف برنامج. كمان في طريقه ذكاء تانية دكتور حياه الحريري، بجيب لك طرفين بنقي من الطرف القريب الاضعف الاضعف ومن الطرف بجيب الصقور مقابل الحمائم وبزتهم على الهواء، وكانه عم بقدم خدمه كمان لطرف دون الطرف الاخر. هيدي مش لعبه اعلاميه خبيثه كمان؟ بلا، هيدي موجوده من زمان قبل الانتخابات، يعني خاصه بالبرامج الأساسية او المحطات اللي هي بتعتبر حالها مؤسسه للفكر التغييري، وهي مش هيك. ما في حدا، ما عندي انا ولا محطه اندبندنت ويسمحوا لي الكل، ومع احترامي للكل، في عندي اشخاص على المستوى الفردي مهنيين بالحد الادنى عم بجربوا يعملوا اداء متميز ومهني، ولكن بشكل عام ايه فايه موجوده هاي. بجيبوا حدا لانه في بيكون قرار انه انا بدي صوب على هيدي الجهه اللي بجيب عنا ممثل ضعيف، وبنفس الوقت بدي فرجي الجهه الممثله بالصقور انه هن معهم حق بخطابهم ومعهم حتى حق يقال انه بتتسرب بعض الاسئله والمواضيع لطرف دون الاخر، بكون محضر الجواب والسؤال. ما رح ادخل كثير، هذا موضوع ثاني بده حلقه كمان لحاله، بس بشكل عام اصلا يعني ايه، ما هي هون بتفوت للاسف كمان اخر كم سنه فاتت، مش اخر كم سنه يعني، حتى من التسعينات يمكن بلشت، هلا زادت اكثر، انه فاتت العلاقه الشخصيه بالاداء المهني، وهيدا ما كان موجود لا بالحرب الاهليه ولا قبل الحرب الاهليه. بالعكس، انا اليوم اذا بدي اقيم الاعلام بالحرب الاهليه، رغم غياب تعدد الوسائل الاعلاميه، كان عندي وسائل اعلام مناطقيه مختلف الموضوع، ولكن كان في صحافه وكان في مستوى مهني متقدم اكثر بكثير من اليوم. نرجع كلهم مربوطين ببعض باسم الحريه، انا عم ضلل الراي العام، انا عم بزرع خطاب الكراهيه لانه بيعتبروا الناس انه بهيدا الخطاب انا بقدر اخرق منظومه. ما حدا مختلف انه اليوم في نظام مستلمته عده احزاب وصل لمحل ما بقى يمشي حاله، ولكن مش انا اجي اعمل يكون عندي او ابني سلوك او ادفش الناس ليكون ما عندي اي حدود او اي احترام ل اي طرف، وهيدي الفوقيه وهيدا الخطاب التحريضي وخطاب الكراهيه باسم انه انا بدي اغير. مش هيك بكون التغيير. دكتور حريري، الوقت كتير ضيق، سؤال. هيدا المشهد الاعلامي والاعلاني الانتخابي من الطريق للتلفزيون، أيوة. شو كلفته بالصندوق؟ قليله بياثر كتير بالصندوق؟ لا، ك ك ك ما ب... يعني ما بعتقد. بس على فكره، على سيره الاعلانات البيلبوردز اللي على الطرقات، يعني كمان مخالفه للقانون. اليوم انا عندي، لازم نسمي لانه نحن عم نحكي بنماذج وعم تحكي اكاديميا، وبشكر بدراستك وبحثك اللي خصيتي فيه البرنامج. لا يعني طيب، حتى بيقولوا لك بالقانون انه على اوكي هيدي اللوائح في محل بالإعلان الانتخابي في نسبة لتوزيع الدعايات الانتخابية على الطريق بالمناطق وبالعدد وبالتوازي، كمان يكون في توازن بين المرشحين. أنا اليوم لبنان من شرقه لغربه من شماله لجنوبه عندي شو بدي أقول لك، اكتساح ما بعرف شو هو للبيلبوردز تعول حزب القوات اللبنانية. هيدا اذا بدك تحكي بالقانون، هيدا مخالف للقانون. يعني في قصص على السوشيال ميديا عم يحطوها مرات بتطلع مهضومه، انه صاروا يعملوا، بس انه ما فينا نتبناها، انه يصوروا في محل فاضي تعوا بعد ما علقته هون، لانه كمان بشكل ملفت. وهيدا بقول لك انه في كمان مدروسه بطريقه
انه بتاثر على الناخب ما بعتقد، لانه بنرجع بنعيد اذا الشعارات ما نحن كلنا بنعرفها واساسا ما بتكون واقعيه، وهيدا اللعب على الكلام اساسا احيانا عم بضيع المضمون، منساوم او ما منساوم ومنساوم سوامنا مثلا، يعني كل هول فينا وما بده الى اخره. اللي باثر بصندوق الاقتراع للاسف الشديد، للاسف الشديد العاطفة. الخدمات والعاطفه، ايه، لانه اليوم ليكي بحكيك عن يعني قصص عشناها وصاروا معنا، والى انه ايه انا مني راضي بس انه حرام انه ما هن منيح وبعده افضل من غيره، بعده افضل من غيره، وقف معنا بالازمه ساعدنا، مش شغلته يساعدك. في الواحد بتمنى يوما ما كلب دني نوصل لمحل انه نحن نتعالى عن عاطفتنا شوي كلنا سوا، لانه في عنا نحن اساسا فهم خاطئ للانتخابات. الانتخابات هي منا استفتاء، الانتخابات هي انا بكون مع حزب وكاله انا عم بعطيك وكاله، انا بكون مع حزب اكس، انت جبت لي ممثل عني ما اشتغل منيح ضلني مع حزب اكس، بس عم اقول له لحزب اكس لرئيس حزب اكس جيب حدا يشتغل لمصلحتي كناخب كمواطن فقط لا غير. يعني برا في عندي يمين ويسار وديمقراطي وهيك، لما ما بصوتوا لمثلا مرشح مهامه شو هي المحاسبة؟ مش انزل اتعدى عليك على الطريق، وخاصة لما يكونوا أشخاص ما عندهم حركات الهوبرة المرافقة والإلاخره اللي معروفة عنا بالبلد. طب هو نفسه حدا تاني بيكون معه مرافقين ما بيسترجي يقرب له. امبارحة كان في صورة وزير الاقتصاد رح يترافق وزير الطاقة لقونا، يعني معقولة كمان انه وصلت لهيك الناس يفكروا؟ في كتير اسئلة عن الموضوع. ايه بعرف بس الوقت انتهى. نعم. بدي بالخلاصة شو بتقول الدكتور الحريري عن الموضوع بالخلاصة؟ امتين رح يصير عنا تطبيق للقانون الاعلام؟ امتين تحت حجة الحريات رح نعمل ضوابط اخلاقية مهنية؟ وقديش عم بيشتغلوا؟ انا كعضو مجلس نقابة عم بعرف قديش عم بيصير في نشاطات من اليو ان دي بي، من وزارة الاعلام، من الوزارات المختصة، كل يومين ثلاثة النقابات عندهم مؤتمرات، عندهم كذا الى اخره. للأسف ما عم نوصل لنتيجة، كله حكي حكي، لانه الاعلام هون سلطه الاعلام اقوى من اي سلطه تانية. هيدي بالخلاصه هون لكن بدنا نسال او ندعي ونتمنى بالوقت المتبقي اذا صار في انتخابات وصار في تغيير حكومه والى اخره، وزير الاعلام اللي يبدو لقيت انه هو لا هلا حاليا عم بحكي في عندي استحقاق الانتخابي انتخابي، طلع من كم يوم وزير الاعلام دعا انه الوسائل الاعلاميه تحترم كرامه الناس. انا كنت بحضر الاجتماعات يلي حكي فيها عن كرامه الناس وعن كرامه المرشح وكرامه المواطن حكي كثير اشياء معاني. نتمنى لانه يبدو انه الوزير هو وزير نشيط ويبدو جاي حابب انه يعمل انجاز ما بوزاره الاعلام، نتمنى بكل الصلاحيات اللي معه اياها يقدر يستثمرها ويستغلها ويطبقها بهيدا الموضوع. وبعد فينا يعني بعد فيها اليوم الدوله وزاره الاعلام ما بعرف شو قديش بيقدر يخرق انه يجبر المؤسسات. هو السلطة على فكرة السلطة بهيئة الإشراف، بهيئة الإشراف في سلطة أكتر من سلطة الوزير. مظبوط. هون بس هون بهيدا الاجتماع كان موجود رئيس هيئة الإشراف وكان عم بقول نحن مش ضد الإعلام بس تعوطنا نتعاون مع بعضنا. كمان في طريقة من بعض الزملاء بالفوقية بالتعاطي مع السلطات اللبنانية. الإعلام هو السلطة الأبرز. بقانون الانتخابات في عندك صفحة 2 3 4 5 ما بعرف كم صفحات، هيدا 6 7 صفحات. هيدا بقانون الانتخابات بالهيئة. نعم. عن الإعلام والإعلان والدعاية. إذا الهيئة مع وزارة الإعلام بتجبر وبتعطي ما هو في محاسبة كمان لمرة واحدة بس نحاسب، حتى لو بدنا نطلع غير ديمقراطيين لما نجبر الوسيلة الإعلامية يلتزموا بالقانون. لا تقدر كثير، ما هني عم يزعجوا الزملاء الإعلاميين إنه عم تطلب منهم الهيئة أسبوعيا شو اندفع وقديش اندفع. وفي إذا شغل القانون في مشكلة تانية انحكت كمان على الطاولة، ما بعرف قدي عندي وقت ناتالي بس مشان إذا في دقيقة واحدة. في شيء تاني انحكى مع الزملاء، المحطوط بهيئة الإشراف بالليرة اللبنانية غير مقرش بالدولار، وفرق الدولار قديش، هيدي كمان إشكالية كتير كبيرة. الكلمة الأخيرة لك. أنا بدي أقول
نقول للناس أول شيء، للشباب يعرفوا كيف يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بنعرف أنه بأي دولة، الدولة هي القيمة، هي بتكون النموذج، ولكن للأسف اليوم عندي انقسام بالدولة، غياب للدولة. فبتمنى كل واحد يكون هو مسؤول. ودايما بما يخص الإعلام، برجع بعيد أو برجع أو بتمنى على وزير الإعلام يقدر يعمل ضبط ولو 10%، حتى لو بده يبين أنه هو غير ديمقراطي. بيقولوا عنه دكتاتير. يقولوا أخشي في قانون بده يمشي. نحن بدنا القانون ولا لا؟ في قانون بده يمشي. وبتمنى على الإعلاميين كأفراد أنه هن يكونوا بالحد الأدنى مسؤولين ويركزوا على الإعلاميين. الإعلاميين هن بيقولوا في سياسة للمحطات، روحوا راجعوا، راجعوا المحطة، روحوا راجعوا المحطة، بس في عامل توازن. نعم، في عامل توازن. شكرا نتالية، شكرا دكتور حياة الحريري، شكرا للمستمعين لك، تحياتي كثير على واتساب على فكرة. موعد جديد بكرة، إلى اللقاء.